كاف 24 تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. كنا لأغنية للا مولاتي اللي عاملة حالة بين الجمهور. الحمد لله للا مولاتي أغنيتي الأخيرة لقت إعجاب ونجاح في وسط الجمهور. الحمد لله هذا هو واحد التعب اللي هو كان طويل شوية، وكان حي الفريق ديالي التيم ديالي كامل اللي عاونوني باش وصلت للا مولاتي الناس كاملين. كنلاحظوا بأنها قريبة من الستيل الكناوي. هي طبعا فيها تراث كناوي مغربي محض وشويه ديال الايقاع السوسي، وهذا حاولت نمزج ما بين ايقاعات والصيلات المغربيه القديمه اللي الناس توحشوا يسمعوا داك الشيء هذاك، والحمد لله لقات نجاح مع الجمهور. هذا الاصل كينتقدوا كيقول لك كتقلد سعد مجرد. عمري ما سمعت شي حاجه بحال هذه بالحق. لا انا عندي الصايل ديالي سعد، انا فان ديال سعد، سعد فنان مغربي كاملين كنفتخروا به بالحق. ما كنظنش كاين تقليد، يعني باعتباره انه فنان طنجاوي ما لقاش اغنيه ديالو مسموعه بزاف بزاف، ولكن كشخص يمكن انا ما كنظهرش في الاعلام بزاف، يمكن لهذا السبب هذا ما كنحاول نخلي العمل ديالي تحكي عليا. يمكن ان شاء الله يجي واحد الوقت اللي نكون فيه في الاعلام اكثر. مور اغنيه للا مولاتي انتظروا شي اغنيه اللي ان شاء الله مور للا مولاتي. كاين اغنيه تقريبا نفس السايل ديال للا مولاتي، وكاين اعمال ان شاء الله مستقبليه، كاين فيتشرين مع الفنانه هدى سعد اللي غادي ينزل بهم اي بي مع بعضياتهم، جوج ديال الاعمال ان شاء الله. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد.